تعرف على حضرتك؟ سيد محمد علي رئيس أمن المحكمة. أستاذ سيد، كنت عايز أعرف بس رؤية حضرتك فيما يحدث يعني من بين المحامين والقضاء. والله أنا هقول لحضرتك على حاجة عشان يبقى الكلام كله واضح والعالم كله يسمع. اللي بيحصل لمصر دي مؤامرة. أي تدخل في شؤون القضاء سواء من الداخل أو من الخارج خطأ فادح وعواقب فوق الوخيمة، سواء من الداخل أو من الخارج. مصر بتقع، مصر اللي فيها مكفيها، مصر مش ناقصة، ويجب العالم كله، وأنا بحذر، أي تدخل سواء من الداخل أو من الخارج وبكررها تاني هكون العواقب وخيمة على الشعب المصري كله. طب انت ترى وجهة نظر حضرتك بصفتك راجل أمن، يعني ترى ايه الخروج من الأزمة؟ الخروج المحاماة والقضاء بيكملوا بعض، كل مشكلة لها حل، عجرفة، مشاكل، مفيش مشكلة ملهاش حل، في هدوء. طلبهم من أيام رئيس محكمة النقض أن يتفاهم معهم، وأتمنى يوصلوا الحل، لأن الناس كلها بتتفرج، العالم كله بتتفرج على مصر، مستنيين مصر. مصر فوق القانون، مصر معروفة على مستوى العالم، مصر هي المركز الرئيسي. شكرا. شكرا فندم.